ولا نتحول إلى حالة الأرصاد الجوية. وعودة مرة أخرى إلى سارة نجيب. إليك سارة. شكرا دينا وصحر. مشاهدين هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة الرطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 35-25، الإسكندرية 33-24، مطروح 31-23، بورسعيد 33-25، والإسماعيلية 36-23. ونذهب إلى السويس. السويس 35-25، العريش 32-24، طابة 36-24، شرم الشيخ 39-30، والغردقة 39-30. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر 42-29، أسوان 43-31، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 39-28، وأخيرا حلايب 35-30. والآن نستعرض معكم مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.